أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على أن المواطن خط أحمر، ويقول أحد العظماء: لست مسؤولا فقط على ما تقول، أنت مسؤول على ما لم تقل حين يجب أن تقول. ومن هذا المنبر أغتنم فرصة وجود وزير الفلاحة لأقول أن سعر البصل قد تجاوز 8 لا تطاق للمواطن، وقس على ذلك باقي الخضر والفواكه.